بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ودرسي قني تمناد دروسي تفسير كقرآن كجزء عامة نقول تلقى لي بش رمضان. درسي قني وحين قوان دون أفر سورة دوت سورة الضحى هي سورة الشرح هي سورة التين هي سورة العلق. لبعض السورة ديدة وهراء وسورة الضحى هي سورة الشرح لبعض وحيكها الله يا النبي صلى الله عليه وسلم هي إلهي تبارك وتعالى سيد أكرمي هي شرفتي سا هي قيمة ربي سي تبارك وتعالى. سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وحيكسو دكتي سيدة حديث كجندب بخاري مسلم يصوصارين وشيغ يو نبي صلى الله عليه وآله وسلم تشردي انتو مكتشوغي أيو تشردي نبي صلى الله عليه وسلم مركهبين يلا بهبين بوسن استاغن مركهوين يبقى أتمت قال ويني قال أيا أتمد مركزا وحي كتر يا محمد ما أرى شيطانك محمد الشيطان كاغي وحكو كيني تشري ما أركو يعني إنو كاتق وكاتق وكن عيوي مركزا إلهي آيد وسودكي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى مركا حلقي يا مرحلة دي ما كان نبي كوتشوكي صلى الله عليه وسلم أي سودكي سا أرين تاسانا لغتشوا بيا يو نبي إنه سربيجي نعن إنه سنكتهجين إنه سنو علانين بل إنه يران تيسين إلهي تبارك وتعالى أبال بدن أقولي حد وحي كذا بينا أبال كي وحكوين إنه إلهي سين تبارك وتعالى يا الله يا وربي تبارك وتعالى مركب والضحى برق كيبان كودارتي أما ما لين تودم بده. طيب والليل هبين كيبان كودارتي إذا قرتي سجاء وحصله أو أما دادكي أي حسلان وحي كوهوس خوستيس كتير وضع حسلان أما أساقو بحسلو مقدقيس وكو حسلو إندا سان كودارتي ما ودعك كاموسا تغين وكو مساقوتيين ربك الربيقاء نبي محمدو وما قال من عرون كو معرون وللآخرة آخرة أيانا خير خير بدن لك أذيك كو خير بدن من الأولى تنهري مدة الضنبة أياك هاك خير بدن مدة هوري ولسوف يعطيك وكسين دونا ربك الربقاء وحبو كسين دونا لما شيء وحل سيني فترضى مركز ترال نغن دونتا وأتقنع دونتا. الله تبارك وتعالى سان هوري وصبرني وحكور دارتي لو مخلوق ومخلوقات كيسا كمدة حجبت له إلهي قدرة ديسيا ووديسا كتوسية ومالينتا ولغا عبري برقنكي إيا هبينكي مركو حسلو ومقدقيسا وحي خلقي أهانا وحسليو إساقونا وحسلو لابد أسوي الله يقول دارتي تبارك وتعالى مقسم عليه وحوي نبي صلى الله عليه وسلم شيكدي أي قالدو كشي كيستين أي ناكتاسي هورتاسي كتورتشنتي أي أها شيطان كاقي واكو نعي أيا لغيتش وحلليه هاي ربيقا كومان نعين كامت تجين كومن عروني النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل إسكبر داف إنه كنا عه تندم بأيابا كأغف عنان دونتا أو أخراء تنهره وحن ودون ككوسي وحكفي عم بكود دم بيه وكوسين دونا رالنا ونغن دون تابعليه ربي جاب كوسين دونا محو كوسين دونا يعني وحو حسين دونا أدون كإنتو تشوغانا النصري يقول يقالده وكأت كاده يغلبه يتاغير وصينا يا ربي تبارك وتعالى مركز رالي نقونيا توحيد كيو فافي دين تيو قولي ستي ومدي سيو حوغي ستي يعني وحوي وكفر حيا آخرنا وكسينا يايو وحان عدك للسينين با آخر لسين دوناوه ونبي جانو صلى الله عليه وسلم درجة دا اوصر رئيس آخر دا إساقا إسكاله
نعمده أقوب بدن يبرواق هذا أقوب بدن إسقى إسكال النبي إلهي باصينا يتبارك وتعالى أثر باكرة عبد الله بن عباس لجور يقولي هاي رسولك وحلاه صوبن دقي وحكسته أمدي صلاه فريدون قداشي كنزن كنزن كيت كيت يعني مضحك له كيدتك أي كفران دونتو يرولك أي قبصان دونتو يخيراتك إلهي أفري دونه أي قيب قيب النبي الله صوبن دقي صلى الله عليه وسلم فصر بذلك مركز النبي آدو فرح ولا فرح قلي آدو فرح رسولك صلى الله عليه وسلم مركز إلهي آدن سود الشيء شنذنا إلهي وحكسي يقولي يعني هل مليان أو قصري يعني قري يعني قري كستنا وحكوشرة وحكو هبون وحاسس يخدم يا أذيك يا الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحي إلهي السين دونه وحل قياسة يماه ابن جرير ابن أبي حاتم يصو صاري أثر كاس ابن كثير نوحو ليسانة كيسوا صحيح إساقو كلانا الرأي اللي قمي ده يعني إحو تلمام يا إنو يهي مرفوع معنا إنو نغان كري المهم أدي وصغنا دي هدوسا صغنا نبا نبي وحو كوقا عا إلهي السين يا تبارك وتعالى والضحى بان كل ارتمال انت يو الليل هبينك اذا قرتي سجاء حسله اما ودعك كاموسا تجينك مسقوتين ربك ربك نبي محمد وما قال منكو عرون ولا الاخره مد الدنبا خير خير بدن لك اذك كو خير بدن من الاولى مدن هري الدنيا وحقك دنبيا كفي عن وحا دونك يا لو ولا سوف يعطيك وكسين دون ربك ادون قول ادون هي نعمة أغرب وكسين دون ربك ربك فترضى مركزات رالي نقوني ساوت كوكا عدونتا مركزا وحاليلي يعني إلهي وحو أتري مركا نعموينك وقال يرانتي سي أدونك إنتو تشوغي يرانتي سي لغسو بالله نعموينك اللو قالي ومعنوه تاي الله سيدا كوكو نمعي سيبوكا تغيا هران وكوسو نعميي قدال وكو نعمين دونا ألم يجيد كم يوسن كوهلين ألي يتيماً أضو أغون أو فآوى سوكم الضمين ووجدك سوموساً كهلين ضالاً أضو اللونساً أو فهدا سوكم هنونين ووجدك سوموساً كهلين عائلاً أضو عيراً وحبهيسنين أو فأغنى سوكم الديقين فأما اليتيم أغون كمركا فلا تقهر رماسي وحيا هين نعموين كي يقلده ألا أقلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه يعني أقوم بوها أقوم نمدي سبا إلهي وحو ودياري صببتي أقوم نمضى أوكاك كبان لها ومثلا هو يدي وحي دمتي أصوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحجر ميسي سيدي تربو هل وضع رواية دوال الشيغة أبيهين أوحو دنتي أما إساقو ير أما أساقو أورك كجر لحب الوضع أيو أبيهين دنتي هو يدينا داء دا سيكون لمت مركا أوحو النقضي أقول لبضة لنعبة أقول رجعي أبو النقض إنه صلى الله عليه وسلم أقول لماذا أمرك إلهي بعد دومي لما تضيع من تضيع من أذيرك أبو طالب أيا إلهي تبارك وتعالى مركي بأدياري وكريي وقعنتك قبتي وهوست صوق الشدي مرك إلهي بأدياري أدو أقول صومانا كهلين وصومانا كدومين أبالوي ميد اللبات مرك أدويناتي او محو اهاي اذن قرنينين قابك اد الهي اعابودي لهيد اي الشرائع دي اينا كو عدينا يعني سومانان كو سودة جنين وحيغان اي قرآن كانو سومانان كو هنونين ضالان تو وحوي كتبت غاربا وحو كفاسيران يرانتي ودريقة كلو ما يوالا سوهلي معناها سي معنى حوك بدن ما سيدا صح دا وحوي دريقة عبادة دا اما علميك الشرائع دا ايا كم مقنا سيدا الهي اياتك لو كشيغي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كتاب وحي هين ماذا نكور هين النبي محمد إيمان وحي هين ماذا نكور هين با نبي قال له صلى الله عليه وسلم ربي كويل مركا وحي حل قاهر صح نبي صلى الله عليه وسلم إلهي الشركي تلكي يا قريش أي كترت إلهي واك إلالي تنبيه دواوين نوالك إلالي مركو قدك كو عبادي سنجرين يعني موسى أقول العبادة فربضنا وكو عبادي ستو لكن وحوغا نبي إسماعيل دين تيسي كدن بيسي أيو لخلوان شري لكن تفاصيشا شريعة يوحيالها ندب وغسو تيغي قرآن كي وحي يقول لك يعني موسى هينين تاسع مركا لقا ودا ووجدك ضالا فهدا أظل سنبوكو هلي كدبنا الله واكو هنوني الله سوكو مهلين أدقو عائلة نعائلة وفقيرك مركا فقري قال الله ودي نعبوا وقليا
xoolo muusan haysanin nabigu sallallahu alayhi wasallam, dee agoonnimu ku korayba. Waa midda labaade, yacni waxa weeye qalbigiisa waxyigan markuu ilaahay ku soo dejiyey waxaa ilaahay geliyey qiina nafs. Dhankii xoolahana markuu weynaadayba nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay hanti, yacni waxa weeye adeerkii iyo ganacsigiisii, markii dambena xaaskiisii Khadiija oo dhaqaale leh buu guursaday, markii dambena saxaabadiisii oo rumaysayba hanti lahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam, markii dambe uu gaalada ka adkaadayna hanti badan buu ka furtay nabigu sallallahu alayhi wasallam. Marka faaqna dhankii adduunye ahaana waa la deeqay, qalbigiisana ilaahay deeqsinimuu geliyey oo qiina nafsi ah labadu way soo gelaysaa. alam yajidka, miyuusan ku helin alla yatiiman adoo agoona oo faaawaa soo muusan ku dumin, wawajadaka soo muusan ku helin daallan adoo lunsan oo fahadaa ma ku hanuuninin, wawajadaka soo muusan ku helin caa'ilan adoo cayda faaqnaa soo muusan ku deeqin alla tabaaraka watacaala, maalna waa kugu deeqay naftaada iyo qalbigaagana ilaahay qaninimuu geliyey. Tayib, marka allaha intaaba kuu soo galay seebuu kuu nacayaa kaaga tegayaa waay. Fa amal yatiimi agoonka, mar hadduu nicmooyinkaa laguu galay adigana waxaa la rabaa dadka inaad abaal u samayso, dadka inaad ixsaan u samayso. Fa amal yatiima agoonka, marka agoon baad soo ahaan jirtay. Fa amal yatiima agoonka falaa taqhar, ha qasbin, ha xoogin, xoog ha u sheeganin. Wa ama saa'ilaka, wax weydiisanayana, ka wax ku weydiisanayana falaa tanhar, ha guulguulin, ha canaananin. Wa amaa binicmati rabbika, rabbigaa nicmadiisana fa xadiid, ka sheekee. Taasaa la yidhi, maadaama abaalkaa laguu galay yaraantaadii ilaa hadda rabbi cinaayadiisii ricaayadiisa aad ku jirtay, haddaba agoonka agoonnimaad soo martay, yacni wax weeyaan ha qasbin oo ha xoog ha u sheeganin oo wixiisa ha boobin. Ka wax ku weydiisanaya ama cilmi buu ku weydiisanaya ama xooluu ku weydiisanaya waa baahan yahay, gacantu horsanaya, waa dawarsanaya. Falaa tanhar, ha canaananin, ha gulguulin. Haddaad wax u heli kartana sii, haddaad wax u heli karaynina hadal wanaagsan ku dheh. Laakiin waxa weeye hadal xun iyo ficil xun ha kula kicin. Nicmada ilaahay kuugu nimceeyo kuwa la soo sheega ay ka mid yihiinna ka sheekee, ha qarinin, ha qarinin. Nicmada ilaahay lama qariyo. Sheeg wuxuu ilaahay kuu galay tabaaraka watacaala, agoon baan ahaan jiray, sidanaan ahaa, ilaahay baa ibadbaa i koriyey, isoo dhow i dumay, ilaahay waxyigan uu ii soo dejiyey, waa i doortay, intan uu ii galay. Nicmada rabbigaa ka sheekee. Kuwan dambe marka, fa amal yatiima, inaan agoonka la xoogin, inaan miskiinka dawarsanaya la guulguulin, la canaananin. Nicmada rabbi inay laga sheekeeyo, nebigay sallallahu alayhi wasallam hadalku u dhacaya, laakiin ummadiisana waa loo jeedaa, innagana waa ina soo gelaynaa. Macna sidaas weeyaan, yacni waxay aayaddu mutanaawil lijamiici lumma waay. Tayib, intaasi waa suuratu duxa waay. Suuraddan labaad waa suuratu sharxi weeye, iyadana bilowgeeda nebiga sallallahu alayhi wasallam ayuu rabbigii ku gallad sheeganayaa nicmooyinkii, abaaladii, abaalkii ilaahay u galay ayuu nebigiisa korkiisa ku sheeganayaa tabaaraka watacaala. Rabbi wuxuu leeyahay, alam nashrax, soomaana waasicinin, nebi maxamedow, laka adiga sadraka, laabtaada soomaana waasicinin, wawadacnaa, soomaanaan dejinin, canka xaggaaga wisraka, culayskaagii soomaanaan kaa dejinin. Tayib, alladii, culayskaasoo anqada, ka shanqadhiyey, dahraka, dhabarkaaga, warafacnaa, soomaanaa kor yeelin, laka adiga dikraka, sheegidaadiiyo xuskaaga, xusidaada in lagu xuso oo lagu sheegana soomaanaan kor u qaadin, iyo magacaaga. Fa inna maca lcusri, marka intaasaanu ku yeelay dhibkan iyo culayskan hadda ku haystaayey fudayd baa ka dambayn doona, waayo waxba yuusan ku cuslaynin. Fa inna maca lcusri, culayska la jirankiisa waxaa ahaaday yusran, fudayd. Inna maca lcusri, culayskan la jirankiisa waxaa ahaaday yusran, fudayd. Ee faydaa goortii faraqta aad ka faaruqdo arrimahaaga adduunyo, mashaaqisha adduunyo, markaad dhammaysato, fansab, dhibood, ama u istaag cibaadada rabbiga tabaaraka wa tacaala. Wa ilaa rabbika, rabbiga xaggiisa keliyatana farqab, rajee, jiri ama rajee, damacaagiiyo hunguriga xagga rabbiga keliya ha ahaado, dhinac kaleeta qalbigaagu yuusan aadin. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagula hadlayaa saynu sheegnaybo, rasuulkeenna sallallahu alayhi wasallam abaaladii, abaalkii ilaahay u galay waxaa ka mid ahaa isaga oo yar ayaa qalbigiisa la dilaaciyey, malag baa loo soo diray, qalbigiisa la jeexay. Markii la jeexay kadibna qalbigiisa waxaa laga saaray wixii uu shaydaanku ku lahaa xikmad
iyo wanaag iyo iimaanna waa laga buuxiyey. Marka qalbigiisu qalbi khayrkii wanaagga iimaankii taacada waasac u abuu ahaa yaa u waasaciyey, markii waxyigu ku soo degayna waxyigaa waasaciyey. Marka qalbigaaga soomaanaan laabtaada waasicnin waaye, jawaabtu waa haa. Soo abaal weyn ma aha oo lagu galay waa haa. Midda labaad ee loogu abaal sheegtay nebiga waxa weeye, wa wadacnaa canka wisraka, culayskaagii ku saarnaana soomaanaan kaa dejinin. Culayskaasi wuxuu leeyahay alimaam mujaahid, wuxuu leeyahay waxa laga wadaa yani waxyaalihii intii aan yani loo waxyoonin ka hor waxyaalihii ka dhacay haa, oo muxuu ahay sax dembiyada waa shirkiga iyo waxyaalaha culculus iyo waa laga ilaaliyey, laakiin haddana macdaalika waxyaalaha qaarkoodo ka dhacdhacay way jiraan. Sida aayadda wuxuu la mid yahay, liyaqfira laka allahu maa taqadama min dambika, wixii dembi horay u dhacay ee horay kaaga dhacay si lagugu dhaafaa nabiga leeyahay sal alay wasalam. Marka taasoo kale la mid tahay yani culayskii saarnaa dhabarkaaga, alladii anqada dahraka, anqadada waxa la yidhahda annaqiid waxa la yidhaahdaa, marka shaygu uu culus yahay oo culayskiisa dartii uu la shanqarayo yani wax weeyaan xoolahoo kale marka la raro oo dhabarkiisa ama muxuu ahay ay wax saaran yihiin, tunkiisa saaran yihiin, waxa saarani markuu aada u culus yahay jiiq 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 shanqadha ka baxaysa waa saas wey macnaha, ama qarjac qarjac dheh ama jiiq jiiq dheh, shanqadha shayga culayskiisa ka baxaysa ayaa waxa la yidhaahdaa naqiid kale, anqadada macahaasa laga wadaa dhabarkaaga cusleeyey oo ka shanqadhiyey. Marka waxaa la tilmaamayaa waxa Ilaahay uu ka dejiyey uu ka dhaafay inuu ahaa shay dhabarka nabiga ku cuslaa sallallahu calayhi wa alihi wasalam. waxaa kaleeto oo la yidhi warafacnaa laka dikarka, dikraka waa abaalka afaraad waaye, magacaagana sheegidaadan kor u qaadnay. Yaani qur-aanka kariimka meelo fara badan magac carbi marka la sheego nebigaa lagu lamaaniyaa sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Markaynu islaamnimada lasoo gelayo waa in allahna la qiro, nebigana la qiro, waa isku lamaan yihiin. muadinku markuu aadaamayo sidoo kale soo maaragtay yani wax weeyaan miithaaq iyo ballantii Ilaahay uu qaaday sidoo kale muxuu ahay tashahudka sidoo kale yani magacaaga meel saran geeyo waaye, magacaaga meel saran geeye, maadaama magacii rabbi kiisiiba uu ku lamaaniyey magacaagan kor u qaadnay, sheegidaadan kor u qaadnay, yani wax weeye sidaasaa laga wada. maadaama intaaba aan kuu yeelay xaaladda marka ay suuraddani soo degayso waa xaaladdii maka la joogay oo culayska badanii haystay nebiga sallallahu calayhi wasalam, lafihiisana uu khatar ku jiray, saxaabadiisiina cadaadiisii dhib badan loo geystay, qaar badan dhulka laga qixiyey ka hijroodeen, qaar badan la cadaabayo la ciqaabayey, dhibka idin haystay fudayd baa ka dambayn waay, fudayd weliba wuu ka dambayna lama dhehen wuu ku lamaan yahay baa leh culayskan fudayd baa ku lamaan, waa lagu celiyey waxa la yidhi culayskan fudayd baa ku lamaan, saas wey macnaha. culimmadu waxay yidhaahdaan marka cusriga la sheegayo macrifaa laga dhigay, yusrigana nakiraa laga dhigay. cusriga macrifayntiisu waxay tilmaamaysaa bimacnaa waa uun isagiyo lasoo celiyey, nakiraduse waxay ka dhigan tahay laba shay oo kala duwan, waana meesha ay ka keeneen yani wax wey lan yaqliba muxuu ahay lan yaqliba cusrun yusrayn, hal culays laba fudayd, ilaa laba fudayd marka lasoo celiyo fudaydkoo nakira alla buu tilmaamaya, cusriga markii la macrifeeyeyna mid buu tilmaamaya. marka wax weye laba fudayd hal culays kama adkaan karo, hal culaysii kama adkaan karo laba fudayd, haddana maxaa la yidhi maca lama dhihin, bacda lama dhihin, bimacnaa waxay tilmaamaysaa markii cusriga iyo culaysku ka haysto sida ay u dhowdahay Ilaahay fudaydkiisustu u dhow yahay, fududayntiisa iyo kurbada ku haysata faydiitaankeeda iyo dhibka ku haysta inuu wanaag ka dambayn doono say u dhowdahay baa waxaa laga dhigay inayba dhibka ku lamaan tahay ba macnaha. tayib, mar hadday sidaas tahay marka maxaa lagaaga baahan yahay arrimahaaga adduunyada markaad dhamaysato cibaadada isu taag oo iyada yani wax weeye gal, waa saas diintu waa saasoo yani wax saaca wa saaca waa saacadna adduunkaaga ka shaqayso saacadna aakharadaada. markaad arrimahaaga adduunyada iyo mashaaqisha iyo shaqada iyo ganacsiga iyo howlahaaga iyo xamaalashada soo dhamaysato fansab dhibood marka ama isu taag cibaadada marka isu taag ogano cibaadada Ilaahay tabaaraka watacaala isu taag waay. tayib, markaan cibaadaysanayo yaan wax ka rabaa waay, wa ilaa rabbika, rabbigaa xaggiisana farqab, rajee
rajadaada iyo damacaaga iyo qalbigaagu xagga ilaahay ha jiro. Cid kale waxaa ka raadsani, laa malag walaa xajar walaa dhagax walaa weli walaa cidna cid kaleetood wax u doonato yuusan jirina, rabbigaa xaggiisa keliya rajadaadu ha ahaato. Waxay ka dhigan tahay oo kale, facbudhu watawakal calayh, alla caabud isagana tala saaro, ilaan cid kale wax loo raadsado waxay maba jire. Sidaas wey macna. Halkaasaan suuraddii inshiraaxna kusoo marnay ama suuratu sharxi kusoo marnay, oo iyadana nabigeenna sallallahu calayhi wasalam sida ilaahay u karaameeyey iyo abaalka uu galay bay tilmaamaysay, iyo xaaladii markaa ay ku sugnaayeen inuu fudayd insha allahu tacala la jiri doono ka bixi doono, waana sida ilaahay u ballanqaaday bay noqoto. Yacni waa la dhibay, laakiin dhibkii waxaa ka dambeeyey guul baa ka dambeysay, way tabar darnaayeen, awood baa ka dambeysay, dad la eryayda ahayn dowlad baa ka dambeysay, dhulkii inay qabsadaan baa ka dambeysay, makadii lagu dhibahayay inay dib u qabsadaan oo iyagu ka taliyaan baa ka dambeysay. Marka waxa way fudaydkaasaa ka dambeeyey, saas wey macna. Suuratu Tiin ayaa suuradda inoogu xigta ah, iyadana waxay soo degtay marxaladii hore Maka ayay soo degtay, oo iyadana waxa weeye ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu kaga hadlayaa awoodda uu u leeyahay soo celinta bini aadamka bacdamaa uu abuuray oo uu ahaysiiyey kadib. Iyadana waxay ku bilaabanaysaa dhaar ilaahay dhaaranayo tabaaraka watacaala, oo uu ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa qaar ka mid a. Watiini buu alla yidhi tabaaraka watacaala, geedka tiinkan ku dhaartay, wazaytuuni iyo zaytuunka, watuuri siiniina, siiniin meesha la yidhaahdo buurteedii baan ku dhaartay, wa haada albaladi beledkanaan ku dhaartay, alamiini ee aaminka ah, intaasaan ku dhaartee, laqad khalaqnaa xaqiiqiya waan abuurnay, alinsaana insaankii, fii axsani taqwiimin, toosin midda ugu fiican ayaan ku abuurnay. Yacni sida xubnihiisa loo toosiyey iyo sida loo simay iyo istaaggiisa sida loo toosiyey, suuradiisa, yacni toosin midda ugu fiican ee ugu qurux badan baan ku abuuray buu alla yidhi tabaaraka watacaala. Tiinka iyo zaytuunku waa laba geed, tuuri siiniinana, tuurtu waa buur, siiniinana waa meeshay ku taallo, haada albaladi alamiinna waa Maka. Waxay culimmadu leeyihiin saddexdaas aayadood waxay tilmaamayaan saddexdii kitaab ee kutubtu ilaahay soo dejiyey ugu dambeeyey uguna weynaa, meelihii markii nebiyadu meeshii lagu soo dejiyey ee nebiyadii rusushii kutubta lagu soo dejiyey, meeshii ay kutubtaasi ku bilaabatay oo dejintoodu ay ka bilaabatay. Atiin wazaytuun waxay tilmaamaysay bay leeyihin labadaa geed meeshay ka baxaan bay tilmaamaysaayo waa Baytul Maqdis, laana labada geedba tiinka iyo zaytuunkuba meesha ugu badanay ka baxaan waa Baytul Maqdis. Waxayna tilmaamaysaa bay leeyihiin kitaabkii Injiil ahaa meeshii ilaahay uu ku soo dejiyey, oo nebi Ciise markii Injiil lagu soo dejinayey wuxuu joogay Baytul Maqdis, meeshaasuu joogay. Marka meeshii uu Injiil ku bilaabatay nebi Ciise ayay tilmaamaysaa labada geedi meeshay ka baxaan baa laga hadlayaa, atiin wa zaytuun, waana meeshay u badan yihiin. Tuuri siiniina wax weeye buurtaasi iyo meeshaasi siiniin la yidhaahdo, iyadana waxay tilmaamaysaa kitaabkii Tawreed ahaa iyo nebi Muuse markii lagu soo dejinayo meeshuu joogay, haa isagana meeshii markuu isagoo Madyan ka soo laabtay oo soo socda meeshii ilaahay uu kula hadlay oo waxyigu ku bilowday oo Tawreedi ay ku bilaabatay kusoo dejinteedu, Tuur Siinaa bay iyaduna ahayd, taas iyadana tilmaamaysa. Wa haada albaladi alamiinina wuxuu tilmaamayaa Maka oo waa meeshii qur-aanka kariimka ah nebiga sallallahu calayhi wasalam lagu bilaabay inuu kusoo dego. Qur-aanku markii ugu horreysay Maka ku bilowday soo degidiisa, markii dambena Madiina iyo meelihii kale nebigu aadayba wuu kusoo degay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Marka saddexdood waxay tilmaamayaan saddexdii kitaab meeshii ay ku bilowdeen, Tawreed waxaan u jeeday Injiil iyo Tawreed iyo Qur-aanka, saasaa la isugu xijiyay. Weliba culimmadu waxay tilmaamayaan hadal sidan oo kale ah oo sidan oo kale, naskan oo kale ah wuxuu ku yaallaa Tawreed buu ku yaallaa, ilaa hadda wuu ku yaallaa kitaabkan muqadaska ay dhahaan ay haystaan, yacni wax weeyaan muxuu ahaa Yahuudda iyo Kirishtankii ay haystaan, ilaa hadda naskani waa ku yaallaa. Naskaas wuxuu leeyahay, jaa allahu min tuuri Sayna wa ashraqa min saacir
واستعلن من جبال فاران. إلهي وحو كيم طور سيناء وحو كإفتي مساعير وحو كموقضي أو كالظاهري بورها فاران ليده. مركا وحي ليه النس كاسي إيو آيات داني بأسكو معناه نس كاسي محو شيغا يا مركا إلهي با طور سيناء كيمت يعني وماشي نبي موسى توريد لوغو ليبي وأشرق من ساعير ساعير تنوح ليده ده وتولير أو بيت اللحم أكتدا ماشي نبي عيسى عليه السلام وكسو تشيدي تولير هلكا كتالة إيا بور وليبا تولدا كتالة ساعير ليده ده أيضا وحي تلماميسا نبي يعني نبي عيسى ماشي أيضا واستعلن من جبال فاران. جبال فاران وحل جبال مكة سيدا سانا توريد اوغو تالا جبال فاران إني مكة أولا جيدان توريد مركا لفيري إنجيل لنو حال كتوصية مركا كهال ليين توريد مركا كهال ليسو نبي إبراهيم ويل كيسي إسماعيل ميشو جيي وحي ليه ده هاي توريد وحو جيي الميهيسة جبال فاران. جبال فاران مركا جبال مكة ليدا هذا هل كاسي وان نص مركا توريد كيالا او تلمامي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه الرسول إلهي صدر سديه هاي لأن جبال فاران أو مكة نبي كلك ما صابحين مركا وبشارة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي هدنا التوريد بسيدي أقو تالا نسكاس أقو يالا مركا نسكا التوريد كو يالا إيساد إحدى كتاب تلمامة يميشي كوب اللوذين إيا النسكا والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين أيا اسم طابقين يسكو معنا أمر سيدا سوي معنا انت سان كو دارتي بو الله تبارك وتعالى لقد خلقنا حقيقه وان ابورنا الانسان انسان كي في احسن تقويم الهي مركو ابوري انسان كان ومخلوق عجب بدن واه يعني وحوي الهي مخلوقات كي سكو او عجب بدن بكميد سدو الهي او ابوري واسي قروح بدن توسين قروح بدن حبنه سي او يالان صورته سي او تالو الهي قدرته او سيي جيركي سو اسو سارن يحي حبنه سي او سيمن يهن في احسن تقويم واي. طيب سيداسو إلهي او ابوري انو إلهي سا او ابوري مخاي كتوسي سا اود بي كتوسي اود اي قدره انو إلهي لا يتبارك وتعالى. ثم مركا كدبنا انسان كي مركا سا او ابورني كدب رددناه وان علينيب الله اسفل سافلين يا اسفل سافلين كو هوسه هوستودن علين كان اوغو هوسه كو هوسيا كان اوغو هوسيا انو علينيب. طيب يعني ميل هوسي أو سلكة أو هوسي سالك يمرك إلا الذين كوي مويان آمنوا رمي وعملوا سمي الصالحات عملي ألك وناكسا فلهم وحاوسوا نادي أجر إلا لكن سي يعني وحدة دونتو يعني مثبر كذلك إلا لكن سي الذين كوي آمنوا رمي وعملوا سمي يعني منقطع له إلا الذين آمنوا كوي رمي وعملوا سمي الصالحات فلهم وحاوسوا نادي أجر أجر غير ممنون أو كل جوين يا أنا هاي أشر أن الجوين نبى يقوليهن الله تبارك وتعالى مركو إنسان كشيء إنه توسنتي أوقف يعني تكو أبوري أيو هذا نوع شيء ماشو كذا بين دانو ماشو كذا بين دانو وحوي كوهس كوهسية كأوجهسية على قد جاي ونارت لأن النارتو وحكستو هوسيه بيكسي هوسيسا سجين وهلكاسا لغو توريا رأيغا ساسحا وانا رأيغا اي جمهورتا مفسرينتو اي قبان محققينتو دون اي رجحيان اسفل سافلين ان لقوض ابن آدم كميش اللو علين يو ان اي تهي نارتا ان اي تهي تفسير كرنها يا اسفل سافلين وحا لقوض عن تتب ومركو قروح صناع عقل لا حوق بنا كدبا يعني انت جيركيس اسكو دحدعا حدنا عقلكي سو لومين ايا ان تدبا لغا ودا تفسير خاص تفسير صح سن ما وتفسير ضعيفه وان تبر بنين اي سوره لفتي الظاهر كيدن وديده حق هوري حق دنبابا معناها وديده اسفل سافلين مركا ونارت نارتا لو علين بني ادم كي قروح دبنا مخو احي شيدن قروح دبنا لو ابوري ميل هوسه او ميلها اوغو هوسيسا ابا لو علينيا اما دركاتك ماشي اوغو هوسيس اما كو نارته غليا هوستيدا لغيني ميل هوسا لغيني. طيب يا لغا سو ريباي ددك مؤمنين تا الهي رومييي حق رومييي عملنا ليميت وشريعته كو عمل فلي
waajibaadkii gutay yani waxa kuwaas mooyaane kuwaas iyagu meesha hoose loo celin maayey ajir aan go'aynin bay leeyihiin ajir iyagu aan la goynayn oo xilli walba joogta ah abaalkaas iyagu leeyihiin ayib uma marka kadib insaanka markaan saa u abuurnay kadib radadnahu waanu celinay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaan u celinay hoos baa la geynaya waa naarta waa ila aladiina kuwii mooye aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati camalyaalka waa wanaagsan iimaan dhabana waa la yimaadeen acmaashay samaynayaanna waa acmaal saalixa saalix waxaa la yidhahdaa camalku inaad ilaahay dartiina ula jeedo sidii loo jideeyeyna u samayso ayib falahum waxaa u sugnaaday iyaga ajrun ajir baa u sugnaaday kayru mamnuunin oo ku la goynaya aan ahayn abaalgud aan dhammaad lahayn oo aan marna go-aynin oo joogta abay leeyihin iyagu kuwa marka hoosta la geynaya waa kuwii yacni iimaanka laga waayey iyo camalka saalixa famaa yukadibuka bacdu biddiin tani marka waxay ka hadlaysaa allaha insaanka sidaa quruxsan u abuuray haddana hoos iyo naarta salkeeda u celinaya awoodda intaa la eg leh in laga shakiyo miyay tahay ibni aadamka inuu abaal marin doono famaa yukadibuka hadalkaasi laba cidba waa loo jeedin karaya mufasiriintu in nebiga lagula hadlayo oo yukadibuka kaafulkhitaabkaasi in nebiga loo jeedinayo iyo famaa yukadibuka kaafulkhitaabkaasi in insaankii laga soo hadlayo loo jeedinayo labadaba way jiraan ka hore haddaynu marno oo sheekh ibni taymiya culimo kale ay rajaxayaan wuxuu noqonayaa famaa keeba yukadibuka yajcaluka kaadiban waay keebaa kaa dhigaya mid been sheegaya bacdu caddayntaa kadib biddiini diinka sababtiisa ruuxa kaa dhigaya inaad been sheegayso waa kee ruuxa noocaasee jaahilkee axmaqa kee waay saasuy macnaha marka yukadibuka yajcaluka kaadiban biikhbaari addiin waay sheegidda aad sheegayso abaalmarin baa jirta war waa la iska daba imaan doonaa waa laysa soo saari doonaa warka aad sheegayso ruuxa kaa dhigaya inaad been ku sheegayso kaasi waa kee waa ruux noocee ah saas way macnaa waa nuux ruux jaahilo axmaqa waay taasi waa nebiga haddii laga wada waay bacduna marbul waxaa laga wadaa yacni bacda albayaan caddayntaas iyo dalaa-isha adilada cadcad kadib ruuxa noocaasi kee waay marka biddiinna marka waa aljazaa walciqaab waa abaalmarinta waay haddii laga dhigo fasiriinta qaarkood baa tan kale wata waxay leeyihin famaa yukadibuka insaankii baa lagula hadlayaa waxay noqonaysaa isagana famaa yukadibuka ayu shayin shaygeeba yukadibuka yajcaluka kaa yeelaya bini aadamkiyow kaadiban mid been sheega kaa yeelaya bacdu intaa kadib biddiini diinka dartiisa mid been ku sheega maxaa kaa yeelaya bini aadamow maxaa kugu kallifaya inaad been sheegto abaalmarinta daraaddeed inay abaalmarin jirto oo laysla xisaabtami doono taa darteed inaad been ku sheegto oo tidhaahda ma jiro maxaa kugu kallifaya waa insaankiiba maxaa kugu bixinay markay arrimuhu caddaadeen kadib maxaa kugu xambaaraya maxaa kugu bixinahaya inaad abaalmarinta iyo ciqaabta iyo jazaha dartood inaad been ku sheegto maxaa kugu kallifaya ama yajcaluka mukadiban mid beeniya maxaa kaa dhigaya inkastoo mukadibantaasi la durayo waxay leeyihiin yacni waxaa ka fiican kaadiban mid been sheega saas way macnaha famaa yukadibka adiga warka murtihiisa marka lasoo xoriyo waxa weeye adiladaa cadcad oo ilaahay inuu addoommadiisa soo saarayo la xisaabtamayo abaal marinayo ku tusaya kadib cidda nebiga been buu sheegayaa leh oo abaalmarintuu sheegayo dhahayo been buu ku sheegayaa waa kee waa ruux nooceeya ama insaankan maxaa ku xambaaraya inuu been ku sheego maalinta ama been ka sheego yacni wax weye is abaalmarinta leanna wuxuu waa cad yahay markaas alaysa allahu alla miyuusan ahaanin biaxkami alxaakimiina kuwa wa xukuma ka ugu garsoorsan ama midka ugu xukum fiican kan ugu sugid badan ama midka ugu xukum wanaagsan soo ma ah yacni waxa weeye haddii la yidhaahdo khalqigan ilaahay baa abuuray
sidaasana adduunka ku dhammaanaya abaalmarinna ma jirto waxaa meeshaa ka soo baxaysa ilaahay tabaaraka watacaala inuusan ahayn axkamulxaakimiin maxaa yeelay kii dulmiga sameeyeyna isagoon abaalkii dulmigiisa helin buu dhintay kii wanaagga sameeyeyna isagoo wanaaggiisa abaalkiisa aan helin buu tegey saasaana adduunka ku dhammaanaya haddii la yidhaahdo macnaheedu wax way xikmad la-aan buu ilaahay adduunkan u abuuray waay xakiim maaha marka saasaa ka dhalanaysa saas daraaddeed ilaahay axkamulxaakimiin waay hadduu axkamulxaakimiin yahayna waa laasim waxaa ka dhalanaysa inuu addoommadan adduunka abaalkoodii aan helaynin inay jirto maalin lays abaalmarin doono marka waa mide abuuristii hore maadaama uu awooday soo celintuu u deliishanaya waa mide xikmadda soo celintii abaalmarintuu tilmaamayaayo waxay ku salaysan tahay xikmad rabbaaniya ku salaysan tahay wailaa abuurka khalqigu cabath buu noqon lahaa afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun oo kale way macnaha haddaan laydin soo celinaynin abuuristiinaaba ciyaar ciyaar markaasi xikmadba kuma salaysna macnaha famaa yukadibuka bacdu alaysa allahu alla miyuusan ahaanin biaxkami alxaakimiina inta wax xukumta midka ugu xugun fiican inta garsoorta midka ugu garsoor fiican soo alla maaha tabaaraka watacaala jawaabtu waa ahaa haddaad taa ogeshin seed ku tidhaahdeen marka abaal ma jiro isa soo celin ma jirto aakhara ma jirto see soo meel kaga dhac maah oo ilaahay yani xikmadiisa markaa ma duraysaan way macnaha sidaas weeyaan suuratu lcalaq way suuradda afraad ee darsigeenna maanta iyaduna waa suura makiya waana suuraddii ugu horreysay qur-aanka soo degta allah tabaaraka watacaala marka wuxuu ku bilaabay iqra' bismi rabbika aladii khalaq fii saxiixi albukhaari wa muslim ayaa waxaa ku timid xadiidu caaisha waxay tihi nebiga sal allah alay wasalam wixii ugu horreeya nebiga lagu bilaabay wuxuu ahaa riyada nebiga waxaa la jeclaysiiyey inuu magaalada iyo dadka intuu isaga dhex baxo meel cidlaa iska aado godkaasu marka god xiraan la yidhaha qaar xir buu iska aadi jiray nebigu sal allah alay wasalam meeshaasuu isaga cibaadaysan jiray muxuu ahay cibaadada de waxyi uma imaanin laakiin waxay leeyihiin wixii uu nebi ismaaciil waxyaalihii uun ka dambeeyey ee uu yacani wax weeye ka soo gaadhay carabtaa iyo yacani laga soo gaadhay inahaas iyo inuu ilaahay khalqigiisa ku fikiro iyo waxyaalahaasuu duurkaasu isaga cibaadaysan jiray nebigu sal allah alay wasalam marka uuna uu sahay qaadan jiray sahaydu markay ka dhamaatana waa soo noqon jiray sahay kale u qaadan jiray isagoo halkii jooga ayaa malakul jibriil u yimid nebiga sal allah alay wasalam markaasu wuxuu ku yidhi iqra' akhri markaasuu yidhi maa ana biqaarin mid wax akhriya ma yihi wax ma akhrin karo ma aqaano markaasuu wuu cama joojiyey xunuhu qabtay wuu ceejiyey waxoogaa uu akhri buu ku yidhi maa ana biqaarin buu yidhi war ma akhrin aqaano haddana mar saddexaad buu ku celiyey iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam shanta aayadood buu u dhiibay nebigu sal allah alay wasalam waa isku naxay marka waa argagaxay wuxuusan weligii arag waxbaa ku habsaday isaga oo yani wax weeye ay yani hilibkan meeshani uu gariirayo oo naxsan ayuu nebigu sal allah alay wasalam wuxuu u yimid xaaskiisii khadiija radia allahu tacaala canha markaasuu ku yidhi khadiijoy wuu u warramay wixii ku dhacay yani waan baqay buu yihi naftaydaan u baqay idada markaasay way dadeen markii naxdintii argagixii ka baxay ayay marka kaxaysay wayna qalbiga u dejisay waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay marna ku hoojin maayo ha baqin ilaahay ku hoojin maayo naag caqli badan bay aadna u degan ha baqin bay tidhi ilaahay tabaarakta ku hoojin maayo maxaa yeelay martidaad u roon tahay masaakiintaad u roon tahay yani waxa weye kasabka dadkaad u roon tahay qarabadaad xidhiidhisaa nin noocan oo kale ilaahay marna hoojin maayo ha baqin way qaaday markiiba oo nin ay ilmaadeer ahaayeen oo da ahay waraqat ibn nawfal la dhihi jiray oo nin kutubtii hore wax ka yaqaanay oo dadkii nasaaroobay ahaa ayay u geysa oo da'na markaa ahaa markaasay tihi in adeer bal wiilkan yarka adeerka u tahay ka dhagayso warkiisa war maxaad aragtay buu yidhi wuu u warramay wuxuu ku yidhi ninka waxa kuu yimid waa khayr wadihii nebi muuse uu imaan jiray markaasuu shallaayo wuxuu yidhi allow hadda da' baan ahaye marka
qowmkaagu ku saari doonaan maan joogo, oon ku garab istaago, maan dhalinyaro marka ahaado. Markaasuu nebigu ku baraarugay, oo qowmkaygu miyay isaari doonaan, ilaa nin la jecel yahay buu ahaa, tolkiisa agtiisana magac ku leh, oo miyay isaari doonaan, yeryi doonaan? Haa buu yidhi, wuu ku saari doonaan. Maxaa yeelay waxaan aada soo wadeed la imaan doonto cid la timid ma jirto hortaa, ilaa waa la saaray. Markaasuu tamaniyey xilligaa maan joogo aan ku garab istaago, aan kuu hiiliyay. Waraqat ibn Nawfal waqti dheer ma sii jirina, markiiba waa dhintay, wax yar kadibba waa dhintay. Marka nebigu sallallahu calayhi wasallam yani waa aayadihii ugu horreeyay qur-aanka ku bilowday, meelku Jibriil u keenay ayay aayadahan ahaayeen, waxayna ku bilaabanayaan yani ilaahay tabaaraka wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa qaybo ka mid oo la tilmaamay. Iqra baa marka nebiga yihi sallallahu calayhi wasallam, aqri bismi rabbika, waxa lagu waxyoonaya aqri waay bismi rabbika, rabbiga magaciisa adigoo ku bilaabaya, adoo cuskanaya. Tayib, alladii allahaas rabbigaasoo khalaqa, abuuray. Muxuu abuuray? Wax kasta, kulla shay. Khalaqa, abuuray alinsaana, insaankii abuuray, min calaqin, xinjir xaggeeda ka abuuray. Waa takhsiisun bacda tacmiim baa la yidhahda. Markii hore makhluuqaadkao dhan abuurkoodaa la sheegay, kadib baa insaanka abuurkiisii gooni loo sheegayo, isagaa hadda dantu tahay oo loo socdaa. Waana makhluuq cajiiba waay, oo min acjabi makhluuqaati illahi buu ka mid yahay ibni aadamku. Khalaqa, abuuray alinsaana, insaankii min calaqin, xinjir ka abuuray. Maxaa xinjirta loo yidhi? Caradii lama sheegin ka horreysay oo aadam laga abuuray, manidii iyo nutfadii iyadana lama sheegin, xinjirta maxaa looga bilaabay? Laanna waxay leeyihiin waa isbeddelka ugu horreeya ee bini aadamku inuu samaysmaba ay ka bilaabato. Waa markuu raximka hooyo ku dhagayo oo dhiig noqonayo oo uu halkaasu marka ka bilaabanaya bay leeyihin. Waa mabda'u khalqi linsaan bay leeyihin. Tayib, iqra, aqri baa la yidhi. Warabbuka walxaar, rabbuka rabbigaana, alakramu, uu yahay midka deeqda badan. Alla waa mid deeq badan oo khayr badan oo ixsaan badan waay. Alladii rabbigaasoo callama, baray bilqalami, qalamka baray. Callama, baray maa callama, wuxuu baray, baray bilqalami, qalamka ku baray. Callama, baray alinsaana, insaankii baray, maa lam yaclam, wuxuusan aqoonin baray. Allahaasi magiciisa adiga oo ku bilaabaya akhri baa la yidhi, waxa lagu waxyoonayo. Saasaa nabigu lagu yihi sallallahu calayhi wasallam. U fiirso marka, waa nicam, nicmooyinkii baa la tiriyey. Alle waa midka makhluuqaadkan wada abuuray, kow insaanka si gooniya u abuuray, xinjirna ka abuuray. Yani xinjirtu waa marka ay falgal ku dhaco oo yani waxa weeye ukuntii hooyo iyo xayawaankii minawiga ahaa intay isla falgalaan, isbeddelka ugu horreeya dhaco oo takwiinkii aadamaha uu markaas bilowgiisii samaysmay weeye macnaha. Tayib, waana marxalo aada u cajab badan waay isbeddelkaasi marka uu xinjirta noqdo. Aqri baa la yidhi mar kale, waxa lagu waxyoonaya aqri, rabbigaana waa midka deeqda badan ah. Allah tabaaraka wa taala mid khayrkiisu badan yahay, ixsaankiisu badan yahay. Ixsaankiisana waxaa ka mid a bal uguba weyn khalqigiisa addoommadiisa uu samaynayo inuu hadalkiisa u soo dejiyey oo kitaabkan uu soo dejiyey si danahoodii masaalixdooda loo tuso, wixii dhibahayana lagala taliyo, looga celiyo, tanaaba ugu weyn ba ixsaankiisa. Wa rabbuka alakram, inuu adiga arintaa kugu sharfana waa karam iyo sharaf waay. Yani khayrkaas iyo wanaaggaas allaha leh, kaas yani magaciisa ku akhri waay. Alladii allahaasoo callama bilqalam, calinka, qalinka wax ku baray, ama callama bilqalam. Waxay leeyihiin culimmadu bini aadamka aqoontiisu saddex meelood bay ka timaadaa: macaanidoo qalbiga gasha, carabka oo cabira, iyo qalinkoo suga. Saddexdii marxalo tii ugu dambeysay baa la cabiray si labada kale uu kuu tuso. Laanna markuu qalinku wax qorayo, waxaa ka horreysay waxa uu qorayo waa waxa qalbiga ku jira, macno qalbiga ku jira ayuu qoraya. Waxaa ka horreysay sidoo kale carabka oo ku dhawaaqa culuumta uu qalinku qorayo. Waxaa kaloo loo tilmaamay bay leeyihiin qalinka malaa'igtuna waxbay ku qortaa, aadamuhuna waxbuu ku qoraa. Waxaa kaleeto oo isagana loo tilmaamay culuumta qalbiga ku jirta iyo midka af carabku ku hadlayo, labaduba way baaba'aan oo way tagaan, laakiin culuumta qalinku qoro way raagaan. saas daraaddeed culuumtii yani ama tii Ilaahay soo dejiyey ama taariikhdii bini aadamku soo maray ama culuumta aadamaha waxa waariya waa qalinka. Marka waa nicmo weyn oo Ilaahay tabaaraka watacaala uu siiyey, addoommada siiyey way macnaha. Callama bilqalami, insaanka wuxuu baray wuxuusan aqoonin.
وكي إلهي تبارك وتعالى ينوشي إنسان كمركوه أوركوه يدي كصوبحيو وحبا ما يقان السوق وحبا أقول نبو صوبحيا كدبنا الله تبارك وتعالى وحسيه أو قدقي حبنه يا الذي أجهزه وحكو بر الله وقلبك مقلك يا أرق ساسو مركو وحكو برتي أما وحبر شدنا الدنيا ده هالنقضة أما تن كم مهم سنة إلهي سودك علوم تدينك هالنقض إنسان كيبو إلهي وحبري تبارك وتعالى مركا إنو وحبرو علومتي سينو قلن كواريو ووحكو برو إنو محوها آخر سكي برو إنو أبو ري كل ذلك هو نعم وحلو لك عن الله اقرأ آخر باسم ربك ربك وحلقو وحيونا باسم ربك ربك عميق إسادو كب الله بي الذي الله سو خلق أبو ري مخلوقات كورن خلق الإنسان إنسان كان سيقوني وأبو ري من علاق حنشير وقع أبو ري اقرأ آخر وربك ربكانا الأكرم ميتك ديق دا بدن خيرك بدن وي إحسانك بدن وي الذي الله سو علم بري يعني وحو بريوه بالقلم قلم كبري علم بري الإنسان إنسان كما لم يعلم وحوسن أقوني بري سقو جاهل أوركو يدي كصو بحيا كدبنا أما ويا أرقنما أما وحو أقرستي أما قلم كوحكو برني إلهي بأوفري وعلونتا إيضا معنا كلا إن الإنسان لا يطغى إنسان كي وحلا بري لا أبوري لكل كلي لون نعمي محوسمي وركو أوديش كلا هكتشوغي إن الإنسان إنسان كي لا يطغى وقوقا وقوق ابن آدم كي أرآه إنو إسو أركي درتيد بوقوق يا استغنى إنو ديق تومي إنو إسكوب فيلين يعيدنا أوباهنين وكاف تومو إنو إسو أركي باوحي كينتا إنو قوق إن إلى ربك ربك حقي سأيئها تي الرجع نقشد إنسان كي لو نبعي ماشي لغا سوغيو لغا فيلي إنو ربك كشكريو علمي قال يا أقونت النسي أبو رينا ماشي لغا سوغهي قوق إيه كبير بقاضي با إنو شفك قرعضه وحسن أهين شيكته وكبره محاكو كلفه وحو إسو أركا إنو كافتوما با إنو سن إلهي وباهنين وحيقي علمي دينتا وباهنين إنو محو أهي إسكو فيليني هاي سيداسو إسو أركي مركاسو كبير يا قوق قالي مركاسا وحليل ها قوقي ها كبري مكواريا مايا إن إلى ربك الرجعة حق الربي بين نقو شدو أهات إساقا باللابي إساقا حق إسان الله نقونتونا سياسة معنى كلا هكتشوغ أرنكاس إن الإنسان إنسان كي إلا يطغى وقوقيا وقوقا وكبرا أرآه محاكو كلفيا أرآه إنو إسو أركا درتت استغنى إساقو ديقتومي إنو ديقتومي بو إسو أركا إنت أباهية ورباتية وحوغا يعني وحوي وصوع الرية وقيلية وعلى علي لكن مركو إسو أركا إنو ديقتومو وكافتومو وسنعدنا أباهنين تاسا وحي كلفه سمركا انو كبرو قوقه ان الى ربك ربك حقي سيئات الرجع نقشدو لو نقن اسغا لو نقن يا وي ارايت الذي ينهى عبدا ايداني وحي كورميان دنبه نبي صلى الله عليه وسلم انتو مكه جوغي نمن اي قرابا هاين اودياشي قريشيه دبا نفته او كيني او رفاهيه نبي صلى الله عليه وسلم او اني ديلان اسكو داي او وخ بدن كولا كحاي نبي صلى الله عليه وسلم وحا كميدان ان لي جري ابو جهل او خير درنا اودي خير درنا اوديغاسي نبي صلى الله عليه وسلم أيو لدق على مشري دين تيسا دين تو نبي وطئ دحوة خير كل لدق على مشري وعند عادي مال ما هكمل ده إلا نبي أنتو كعبد تو كنتو كنشري مركزو أنتو حرقيب أبو جهل ما محمد بق أنتو يما دهورتينا أيو وشي قرول كحق حق أيامها لا تأي عزان كل أرتي ولا بدي صنم لا تأي عزان كل أرتي هدار كيسو سجس إن قرط كجي استاجيبول وصور دقاقي ننكي سو اردهي انبا هالمروحة لأركي أساقو قدال قدال او قران هايو قبشة كتيرة ورمحاكو قد عايبالي وحوية لسعود كان سعودية إساقيا أنيقا وحا نحذا نضا قليبرو توق وين او نارا هول إيا وحنوا إيقهور يما الدين بولي باقدين باقا شوان سو عرب نبي قوار قرر وحوري صلى الله عليه وسلم نبي قونا وحوري لو دنا مني لاختطفت الملائكة عضوا حدو إيسو دوان لها ملائكة حبين حبين أدى في لهيت النبي صلى الله عليه وسلم مركزة وحا سودكتي آيادهنا سودكي مركزة حديث كان مسلم باوريني طيب مركزة نينكاسا لقاه الله يا رجل لميتك أرأيت بالكورا الذي ميتك ينهى ريبي عبدا أدون إذا قرت صلى أو تكني أرأيت بالكورا إن كان هدوه أدون كاسي للريبي على الهدى هنون كي كوركي سهدو كسوغي
أو أمسي أمر هدو أمريو بالتقوى على كعبسك هدو أدو مضى أمريو أرأيت بالكورا إن كذب كان أديدينا هدو بيني حقي إيمانك هدو بيني أو تولى هدن أكتشي سدي بالكورا ألم يعلم يوسن أغين بأن الله قال يرى إنو أركي سوموسن أغين يا سومو أغين. طيب ألم يعلم يوسن أغين بأن الله قال يرى إنو أركي ميوسن أغين. حديث كلا عبد الله بن عباس وحوها أبو جهل بأن نبي قويم صلى الله عليه وسلم إسوغو تكنية نبي قويم تكنية بأويم مركاسو أديدي صلاة دي بأديدي متو كان كرتي ولبو عقا تشغلي وهنددي مركاسو وحو لأتو هددوني ميادي عقا تشغلي نيسا ها يعني وحو كويري محادي قو عقا تشغلي نيسا جهل بأداه ها يعني نبي صلى الله عليه وسلم وأديدي مركزو نبيغو هنددي نبيغا هددي صلى الله عليه وسلم نبيغا هددي مركزو يدور إن الله إنت جوكتا مكا نينكا أغدد بضان أغو صاحي بضب أغو نادي بضان بانها معنا دي عقا تشغلينيسا مركز آيات كان أبو جهل يوحي اللهم إذا لغو لها الله بل كورن بالي نينكا أدون إلهي وتوكاني صلاة أديدا سواح ليا بلا ما بل كورن أدون كان صلاة اللو ديدي هدو هنون كدل سوغاني ضدكينا وخيري وناك فريو سجينا وهنون سيئة هنونك يا خير كينا أضوم هذه بوجود بيني صلاح إصلاح يا وناك بوكش غيني منين كاسني وح لود ديدا كم وح لود ديدا هي أنا بالكورا إذا قلتي سينو بيني وح لادر إنه الرمايو أو هذانا وكشي سد ضع عادي خير ككشي سد يعني وح ويا هذو كأ كان لها أسرع إيمان لأنتي شيء خير درديس وبنان كلامري لها أيار نامي لها يعني خير درئي إيمان لأن وواضة دجال نوا كتشي رأي ودتك خير كي وناك وذي وهذانا لدجال سين بالكورا ميوسن أجين إن الله أركيو هدو أجي هاي وأرنتها كت الشني واحد موسى سمايوه طيب أرأيت بالكورن الذي ميت كينها ريبة يا عبدا أضن أضن كوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قرت صلى وتكني وأضن نمضوا أمام بين النبي قطع صلى الله عليه وسلم هذا راد يدوح ويري مركادي أمان إنسان فقولوا عبد الله ورسوله أمان البرك النبي محمد الله لما يشتري وأضن إله إلا الله أضن كإله الرسول كيسي وأمان إذا قرت صلى وتكنى أرأيت بالكورا إن كان هدويه أدونك لو ديديه صلاة على الهدى هنونك كوركي سهدوك سوغيه أو أمر هدو أمريو بالتقوى الله كعبسك أدوم وضعه هنونين يبالكورا أرأيت بالكورا إن كذب هدو بيني كان أدونك صلاة وديدنا خير لاوهيه إن كذب هدو بيني إيمانك حق هدو بيني أو تولى وضع عدي عملك عملك نكتشي سيدي بالكورا ألم يعلم يوسن أغين بأن الله ألا يرى إنو أركيه ورميوسن يسوغين إلا الله صعد وحن وكوكع هايو الله أود لإنو أغي هايو الله صعد ميوسن أغين ميوسن كور هاي نوا كلا هكتشوغي أرنك هدايو لإن لم ينتهي هدو تنشوز جنينو كريبتو من وحو سمينيو لنصف عن وانو رفانينا وانو رفانينا بالناصية فوديس فودان رفانينا يعني وحوي عصفك وحلي لهذا قون لنت أما رفشادة لهذا معنا فود انت اللي قبت حوك إن لو رفت سأسألنا لئن لم ينتهي هدوسن شوكين الأرنكا إساقال لنصف عن وانو رفانينا بالناصية فودان رفانينا ناصية فودان رفانينا كاذبة أو بين ليئة خاطئة أو قفتي أفعاش يدي لغن كيدي أخلاق دي يدون أي قفسن بين يعني وحوي عرب كيدي أفك يدون بين ميرية قلبي كيدا نوسخي شرك أكبوح فود نوع عسان رفانينا إفليد عهوية لمركان رفانو هوية لو ناديه قوله سهوية نادي قوحل إلى هذا وأصحاب تلفر يسطى إلا شهعبتى إلا عويسى الشيكة وذاق أولى ليه بأن نادي قال إلى هذا أصحاب تيسي شيكة وذاق قال الله إلا فريسين شرطي هوية لو سندعو أنقنا وحان أويري دونابو ألا يري الزمانية ملائكة عذاب كانوا أويرينا زمانية وحوي وأسكرت حفسية وحان ألا قوضا ملائكة أحل صارا عذابك تاسان أنك أويري دونا سجن الدتكي سهوية له ها بل أنا رجنا مركا إلا وحوقف أنا يوحى ويقوله يسي أصحابته يتلك يسي وحوقف أنا هيو كين سأل لي قالوا حلي أنا قلنا ملاك توحان ويرد دون عذاب كل وجود تلاقى له وما حي قوان كرانو ساكين ده مش تكتاجن هالمر بالك على طوري كله هكشوا إلا إلّم ينتهي هدوسا سيدي بإلهي أقوله ولا هلاج أبو جهل مش وكدا بيقوله قا سجي أبو لهب يوحى النبي قال ده قال مش كذي ساس سبحانه تاريخ ذا أي قاله بيلحم بيقاله ساسو أبو جهلنا تقال كي بدر بالوجود لي وصحن بقولي بالوجود لي
أبو لهب نواب قوقايو إسقى عذر يبلايو لقال آيات سوردا نويمان دون تعلقها اللي تبد يدا أبي لهب سجوني إسقى وقعدش وحي أضيال مرك النبي قال لده قال مش خير لو ياشها هالقاسي قدام به طيب كلا اللي لم ينتهي هدوسا كريب تونين وحا أوسن تونين دقالك أو النبي قيد عودي سكوها يهدوسا دين لنسفعا وانو قبنين وانو قبنين وانو رفنين وانو رفنين وانو قندينين وانو قندينين بالناصية فودا نقول ربغنين يعني فودا لقبت وحوي حق يتبر الآن يسوى التبر الآن يحق أسفكن كرين أيال يسكو داريوان ناصية فود بانو قبنين كاذبة أو بين شكتع بين ليه خاطئة أو خلدن قفسن أفعاشي دي لغن كذي أخلاق دي دون أي كو قفسن وكو خلدن فود دا لعبيره لكن إساق وردن بالغا وضع معنا فليدعو هوية دو مركان قبنو ناديه قلوه يسا هوية دو كو الله فريستي لشا عبه يشيك وداق لينه أصحاب تيسا أما قوب كيسي عشيري دي سهوية دو سندعو أنقنا وحانو يريدون الزبانية ملائكة عذابك كلا ككتشوغي لا تطيعه النبي محمد وها أطيعن وركيسي أمر كيسا مرنا هيالين وسجود سجوده صلاة هذه عبادة اسكوضه واقترب دوو وربك حقيسا أسير دوو يا معنى هادانيني كان ميلبا لقوة داي فرحة كقات أذيك هوش هذا كوضه ساسال ليه مرنا أمر كيسا هيالين وحو وطنها كيالين حاقبال ديت سجود هذه صلاة هذا اسكوضه إلهي إنا دو دواتنا كود دال أذيك قوليسان دونوه كان حنك أنك نودة بالليه كلا لا تطيعها أدعنا وركيسا هيالين واسجد سجود وصلاة هذه عبادة هذا وضو واقترب دوو لأن السجود مركو أدونك سجود سيئة ومركو ربي يقول له هوا أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد وكي نبي الله صلى الله عليه وسلم أدونك مركو إله يقول له هوا مركو سجود سيئة مركز دعاية سواك رسولك صلى الله عليه وسلم مركا يعني وحوي حكاة الله يساقيب تيدن دنبي حالة داسي وضياشا نبي قال له صلى الله عليه وسلم إيوه يعني سيد إله يقول هن شبيهي هي النبي صلى الله عليه وسلم تلوين كلا سينا يو سيئو أولا رقمو داد كان كسوهر جيدا يقابكو لتعامل لها هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.